مر على اكتشاف النفط في الوطن العربي أكثر من 75 عام. تخيل معي أنه مر على اكتشاف النفط في الوطن العربي أكثر من 75 عام، وما زال هناك فقراء. وعمر بن عبد العزيز احتاج إلى سنتين، فقط سنتين، ليطوف بأموال الزكاة فلا يجد من يأخذها. انظر معي يا رعاك الله إلى هذه المقارنة العظيمة، إلى هذه المقارنة العجيبة. 75 عام مرت على أننا اكتشفنا النفط في بلادنا، وما زال هناك من يبيت في الشارع، وما زال هناك من يمد يده، وما زال هناك من لا يستطيع أن يجد بيتا يأوي إليه آخر النهار، وهناك من ما زال يتضوأ جوعا وفقرا وألما ودينا في الحياة. أمام عمر الذي فقط استمر حكمه سنتين وجاء بأموال الزكاة يريد أن يدفعها للفقراء، فلم يجد فقيرا يعطيه الزكاة فردها إلى بيت مال المسلمين. مقارنة عجيبة، مقارنة عجيبة وعظيمة. أحد الولاة طلب من عمر بن عبد العزيز مالا كثيرا، مال كثير. قال له: ماذا تريد أن تفعل بهذا المال؟ قال: يا عمر، أريد أن أبني بهذا المال سورا حول المدينة. يريد أن يأخذ من بيت مال المسلمين مالا، يريد أن يبني بهذا المال سورا حول المدينة. ماذا رد عليه عمر؟ ماذا رد عمر ابن عبد العزيز على هذا الرجل؟ قال: أيها الوالي، لا حاجة لبناء الأسوار، لا حاجة لبناء الأسوار في بلادنا، حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم. لسنا بحاجة إلى الأسوار حولنا، أنت لست بحاجة إلى أن تحصن هذه البلاد من الظلم، أن تحصنها بالعدل وأن تنقي طرقاتها من الظلم. هكذا كان الوالي، لا يعبث بمقدرات الشعب، لا يعبث بأموال الفقراء. أختم وأقول، وهي رسالة، رسالة إلى كل أسرة مالكة، إلى كل أسرة حاكمة ما زالت تتربع على الحكم في وطننا العربي، إلى الذين شيدوا قصورهم على أحلام الفقراء، وإلى الذين بنوا أحلام أبنائهم على رفات أحلام الشباب والغلابة، أقول لهم: يكفيكم من الظلم ما يكفيكم، يكفيكم من الظلم ما يكفيكم، في بلاد جعلتم فيها الزنا حلال والزواج محال، في بلاد جعلتم فيها السارق مدلل والشريف بقيوده مكبل، يكفيكم من الظلم، ويكفيكم رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال: لو طالت بي حياء لما أقررت واليا أكثر من 4 سنين، لو طالت بي حياء لما أقررت واليا أكثر من 4 سنين، فإن كان عادلا فقد مله الناس، وإن كان ظالما
فيكفيه من ظلمه 4 سنين. وأنتم، أنتم يا أصحاب الأموال التي لا تعد ولا تحصى، أنتم يا من يسكن أبناءكم ما يسكنون من القصور وما يأكلون ما لذ وما طاب، وأبناء الشعب يهاجرون، يهاجرون إلى بلاد الكفر ويعتنقون البحار ليجدوا أن البحر كان أحن عليهم من تراب وطنهم، لشباب جعلتموهم يلعنون تراب الوطن ليل نهار، لأنكم سرقتم أحلامهم وسرقتم أموالهم وجيشتم أبناءكم وأبناء أبنائكم وأمنتم مستقبل أحفاد أحفادكم إلى عشرات السنين. يكفيكم من الظلم ما يكفيكم، واعلموا أنكم ستعرضون على الله، اعلموا أنكم ستعرضون على الله. وأقول لكم لو دامت لكم لدامت لغيركم، لو دامت لكم لدامت لغيركم.